هلا وهلا، اليوم راح نسوي طبق مقبلات او وجبه تنفع للعشاء. باذنجان شوي ولحم مثروم ومزينيها برمان وحاطين وياها ليمون. طبق من شبع من عنده، طريقه عمله كل السهله. يلا نبدا. اول شيء الباذنجان اللي نختارها للشوي لازم تكون باذنجان كبيره. هاي الباذنجان اكثر من نص كيلو. نثقبها زين بعدين ندخلها الفرن او تخلوها على الطباخ براحتكم. اذا دخلتوها الفرن 20 دقيقه وتصير جاهزه. هيك صار شكل الباذنجان ورا ما شوينا. راح نسوي الباذنجان الشوي، يحتاج لبصل ويحتاج لبهارات، وراح نسوي حشوه لحم. البهارات للباذنجان الشوي بس كاري وكركم. اللحم 300 غرام، بهاراته فلفل اسود وكاري وكركم، والبصل اني ثار ما 4 بصلايات يعني ناعم، وراح اسويه الاثنين. ورا ما بردت الباذنجان راح نطلع اللي بداخلها، نقشرها ونطلع اللي بداخلها. ونبدي بالبدايه نسوي حشوه اللحم. كميه البصل اللي انا ثرمتها راح اقسمها بالنص، هذه نص الكميه احمسها اللحم والباقي للباذنجان الشوي. بعدين نضيف للبصل اللحم، نحمسهم سوا ونضيف لهم الملح والبهارات. هي هاي حشوتنا، ما راح نضيف لها اي شيء ثاني. ورا ما يتغير لون اللحم راح نغطيه. الحشوة تقريبا يعني من 20 الى 30 دقيقة صار عندكم جاهزة. الجزء الثاني من طبقنا هو الباذنجان الشوي، هم راح نحمسه. راح نخلي البصل ونحمسه زين، بعدين نضيفه على الباذنجان. الباذنجان دائما بتجطل شوي نعمه، المرات يكون يعني متكتل. ضيفوا له البهارات، شوية ملح، ربع ساعة تقريبا يصير جاهز. مكون بالطبق هو الرمان. بالتقديم سويتهم طبقات، بالبداية الباذنجان بعدين اللحم، حطيت الرمان طعمه وياهم فتشي، ليمون، معدنوس، اي خضرة عندكم يعني خلوها. وهيك صار شكل الطبق يخبل. يعني انا اعتبره وجبة تنفع وجبة عشاء، او اذا تحبوها مقبلات اذا عندكم عزيمة او فتشي. شكل الطبق يخبل وطعمه فتشي مو طبيعي، لازم تجربوه. وبالعافية مقدماً.